نظرا للوباء اللي عم يجتاح العالم وبيهدد حياة الملايين من الناس إذا انتشر، أصدرت الإدارة الذاتية التعميم بفرض حظر التجوال ابتداء من 23 آذار، وبيتضمن الحظر إغلاق كافة المقاهي والمطاعم والبازارات ما عدا المشافي، المراكز الصحية ومحلات المواد الغذائية والأفران. هلأ أنا وأنتو والكاميرامان رح نتوجه للأسواق والشوارع العامة لنشوف مدى التزام العالم بالتعميم. فيز بي مرابون التزامي في تشيت كلمة اللي على أساس ومشون فرني فيز بي مشوناني إخواني ومشون خضرة خجاني وسعيد شوار شعراني وطرع فيك دورياتي واندكارين ناف بلد وعالم التزامي بك إن شاء الله. كتن رشا درماني چي كيجي ايش بو كورونا ما سازي قشتك رشاندن وقشتك معاقماندن خالص يعني بلدي عامودي كاري خرادم ان شاء الله سلام سلام. ام وك ضابطه صحن ام درت كافن ايرو خاصه في ظرف هاني تشوبي نافلت بلا ابو يفنا خوشاك نخوشاك كورونا انتشار بي بلا بيج ام ضابطه صحه سيستمك هاتي افا بو سيستمك هنا ام درت كافن نافا باجار دغرين طبعا ايد بريار هاتي استثنى انه فتك ام ايش خوجين هاي بس ايه مثلا جيرنا حق فك ايش بوت تجمعات جنب بالاخص ايه يعني التجمعات يكون دبن وانا ام جوان بيجن بيفين يعني المال يروني تعليمات هن بروشور هن اغلبيه تعليمات الصحيين انه جبوا ابن خوشه بلا نيفن طبعا دريا تنفس شي بدريا لمس شي بدريا حمد تيجي ام جي ك تندرستي بحسب عندنا ارشادات وتوجيهات دين ملك وسباس شور وقت ضابط امدر كتن النافا باجره دي دا خوازي مش خكي هي خبار زين شفين وخشا كورونا تجمعات ممنوعه وكي فيك مش خركي هي جملتي من هنا امنا خوازي تجمعات شبه بو امنا خوشي بلا نبي نافا ودي وخو قاتبن وساعتا وخش الغوري قرا وخلك بابندن فيتشتي التزامات كان فيتشتي براستي ملتي ما يعني باجره من اغلبيه عامودي قال لك جي اعتقد في باتشكي بوي بس هناك جوان براستي يعني تقيد نابن بيعمل در كافين وامي تشتي خوبين يعني ام باراسنا وان خوازن ام هي فين برج ملتي خوني عمودي اغلبي وان تقيد ببن تشتي حاجاتي وقتها بتشتك شوان لازم بي هر غرادي خو بكرم في هدر المال اخوه يعني اف لازمي يعني جيجي كي باغشي وام هي فين برج ملتي مغراسي درنا كافين بس تقيد اغلبي وان ناولا بي ناولا بس باسي وقت كافين